أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا على أن تنصيب مملكة البحرين رسميا لرئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية والذي يعد أعرق منظمة دولية في مجال الإدارة العامة هو دليل على التطور الذي حققته المملكة في هذا المجال. وأوضح بن شمس أن مملكة البحرين تقود اليوم الجهود البحثية الدولية الرامية إلى الارتقاء بمنهجيات الإدارة العامة حول العالم، ومؤكدا أن المعهد مستمر بوضع خططه واستراتيجياته للحفاظ على مكانة المملكة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية كمرجع دولي في هذا المجال. جاء ذلك خلال تنصيب سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس رسميا رئيسا للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، وذلك على هامش المؤتمر المشترك بين المعهد الدولي للعلوم الإدارية وجامعة نانينغ للتكنولوجيا والذي أقيم في سنغافورة.